رقمنة سلك الجمارك إجراء يتماشى مع عصرنة المعاملات التي تشهدها مختلف القطاعات لإضفاء الشفافية ومكافحة الثقل البيروقراطي. الرقمنة هي من ضمن المحور الأساسي اللي يخليكم أولاً العمل تاعكم يكون أسهل، ويكون العلاقة ما تكونش مباشرة باش ما يكون مشاكل مع المواطنين، لكن بالإحصائيات بالرقمنة بالنصوص القانونية نستطيع أن نكون يعني في المستوى المطلوب. تشجيع الاستثمار يقتضي تحول هذا الجهاز الحساس نحو الشباك الموحد. الهدف تاعنا من خلال هذا المشروع هو إعداد منصة رقمية تسمح بتبادل الوثائق والمعطيات بين الجمارك من جهة ومختلف الإدارات العمومية وهيئات الدولة التي تقدم هذه التراخيص لفائدة مختلف المتعاملين الاقتصاديين، متعاملين سواء كان ذلك عند يعني الاستيراد أو عند التصدير. الهدف تاعنا من خلال هدف الجمارك يعني إدارة الجمارك هو تقليص أجال يعني الحصول على هذه الوثائق وتقليص التكلفة، لأنه عندها ارتباط وطيد وتأثير بأجال مكوت الحاويات على مستوى الموانئ. تسهيلات جمركية اعتمدت خلال مرحلة كورونا. الأزمة الصحية دفعت بالجمارك الجزائرية لتخفيف المتاعب الإدارية للحفاظ على حركية الاقتصاد وضمان استمرارية تموين السوق الوطنية. وضعت إدارة الجمارك حيز الخدمة لإجراءات مبسطة للجمارك لتأخذ شكل من الأشكال الثلاثة للتصريح. التصريح المبسط حيث يقوم المتعامل الاقتصادي بإدخال بعض البيانات وليس كل البيانات، وهذا لأجل تسريع في الجمركة، واستكمال الإجراء بتصريح مفصل في أجل أقصى شهر واحد، والتصريح المؤقت هو تصريح ممهور بتعهد مكفول، والتصريح المسبق هو تصريح يقوم به المتعامل في أجل أقصى شهر قبل وصول البضاعة، حيث يسمح هذا التصريح هذايا يسمح برفع البضاعة فور وصولها. رقمنة قطاع الجمارك ستسمح بالاستغلال الأمثل للإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية، كما سيسمح ضبطها وتحليلها على اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية المناسبة.